هاي هي السندويش الوحيدة رح يتفق عليها الصغار والكبار، ومن نص كيلو لحمة مفرومة وبعشر دقايق رح نعمل أطيب سلايدر برجر لحمة مكسيكية. أوف شو زاكية، كتير زاكية. هنبلش بالحشو. رح استخدم لحمة خروف مفرومة، بتقدر تستخدموا خروف مع عجل بس فيها شوية دهون. حطيت عليها بس تغير لونها ملح، فلفل أسود، وحطينا فليفلة، فاصوليا حمراء، ذرة. المنتج اللي مش موجود عندكم استغنوا عنه. ولحتى نعطيها الطعم الطيبة حطيت كاتشب وجبنة دهن أو جبنة كريمية. قلبتهم دقيقتين ثلاث وصارت عندي الحشوة جاهزة. وهلأ رح استخدم خبز البيجر، رح أقسمه من النص، أقيم الجهة اللي فوق، وبعدين رح أدهنه بالكاتشب والخردل أو بالجبنة الكريمية زي ما أنتوا بتحبوا. بعدين هحط كمية فيها البركة من الحشو، رح تعملكم 18 قطعة من خبز البيجر. بعدين رح أحط جبنة تشيدر أو جبنة موتزاريلا إذا موجودة عندكم، ورح أرجع أغطيها. بعدين لازم تدهنوا وجهها، أنا بدهن وجهها بزيت زيتون مع شوية ثوم مهروس وشوية بقدونس عشان تعطي طعم كتير طيب للخبزة. قبل ما تجهز بالفرن بدها بالضبط 10 دقائق، قلت خليني أقدمها مع صحن حمص. صراحة كنت جوعانة وقلت سليكي على السريع أخذ لي صحن حمص قبل ما تجهز، رغم أنها ما بتحتاج وقت. شوفوا لي منظر هالحمص من زلوم قدي بشهي، حمص بشهي القلب، ما بده غير رشة زيت زيتون وتاكلوا. أنا أكلته معها صراحة كتير زاكية، والولاد كتير بحبوها. جربوها وقولوا لي رأيكم في الوصفة.